بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات في كل مكان، ويتقبل الله صيامنا وقيامنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما بقي ويغفر ويتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى في هذا الشهر، وأن يبارك في هذه المجالس الرمضانية، هذا المنتج الحديث وليد هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أحد المنتجات الإلكترونية التي قدمها المجلس ضمن تدابيره بخصوص ما يتعلق في جائحة كورونا، و كإجراء لعدم التوقف عن العطاء وعن تقديم وتثقيف المجتمع بما يتعلق بثقافة الجودة. فقدمنا هذه الأمسيات الرمضانية، هي 7 أمسيات، الليلة هذه هي الرابعة، وأيضا قدمنا منتج إلكتروني آخر وهو المسابقات اليومية عبر تويتر، المسابقة الرمضانية. عندنا 20 يوم، من أول يوم رمضان حتى يوم 20 نقدم مسابقة، ونرجو من لم يشارك من قبل أن يشارك، ومن شارك يستمر في المشاركة. المسابقة نرفع السؤال على تويتر عصرا، و نتوقف عن تلقي الإجابات حتى الساعة الواحدة ظهرا من اليوم التالي. مجلسنا اليوم حقيقة يتعلق بأمر مهم جدا، فالخدمة بدون جودة ترتد وبالا على صاحبها، والجودة بدون خدمة لا معنى لها. محاور هذا اللقاء بين الجودة الموضوعية والجودة المدركة، أبعاد جودة الخدمات، مقاييس جودة الخدمة المدركة، الفجوات المحددة في نموذج سيرفوكوال، وقياس جودة الخدمة المدركة وفق مقياس سيرفوكوال، وحالة عملية في قياس جودة الخدمة المدركة. فارس هذه الحلقة هو سعادة الدكتور حامد كنعان، مستشار الإدارة الاستراتيجية والتمييز المؤسسي، يحمل دكتوراه في إدارة الجودة الشاملة والاستراتيجيات التنافسية، وهو مقيم معتمد لدى المؤسسة الأوروبية للتميز EQM، وهو رئيس مجلس الجودة والتميز المؤسسي في جمعية تواد للتنمية الأسرية، وكذلك هو عضو ونفخر به عضوا في مجموعة العمل الخيري في المجلس السعودي للجودة، وأيضا هو متحدث بارع وخبير ومدرب معتمد لدى العديد من الجهات والجامعات الدولية في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة. حقيقة لقاؤنا لعله يضيف قيمة جديدة ومعاني حول جودة الخدمة التي نقدمها، وما الذي يدركه العميل من هذه الخدمة، وأحسب أن هذا اللقاء سيثري خبراء الجودة بمعلومات قد ربما فاتت عليهم في خبراتهم السابقة. بين الجودة الموضوعية والجودة المدركة وأبعاد جودة الخدمات أبعاد جودة الخدمات، هناك آفاق نستطلعها مع فارس هذه الليلة وهذه الأمسية، فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا لك سعادة المهندس وليد على هذا التقديم الطيب، والشكر موصول لمجلسنا مجلس الجودة، مجلس سعودي للجودة، والشكر أيضا موصول لرئيسي الدكتور عايض العمري على هذا الإبداع في استثمار بركات رمضان. ولا يغيب عني أن أبارك لإخواني وأخواتي جميعا حلول شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا فيه الطاعات وأن يعيننا على ما بقي منه، ويعني ربنا يكرمنا بليلة القدر ونفوز بذلك الأجر العظيم. اللهم اللهم الله يبارك فيك. طيب، ما دام نحن في أمسية رمضانية والحث ألا تكون محاضرة، فلا بد أن نبدأها بطريقة يعني فيها من الوناسة علم الجودة، ولكن يعني في هذا الجانب، فلعلي أبدأها بقصة هيك بسيطة لها علاقة في موضوعنا، بل هي موضوعنا بذا حد ذاته. وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالإجابة على سؤالك الأول سعادة المهندس،
وأقول أن جودة الخدمة وإدراج جودة الخدمة بدأ عام، يعني بدأ الحديث به عام 1985، يعني بدأ بعد بدء الطرح الجديد لإدارة الجودة الشاملة مع بداية الثمانينيات. فهو يعني بعد ابتداء طرح إدارة الجودة الشاملة بعد 5 سنوات بدأ الحديث عن جودة الخدمة وإدراك جودة الخدمة. فإذا هذا الموضوع وهذا يعني العلم والمهارة المهمة جدا ابتدأت مع إدارة الجودة الشاملة إذا بتلاحظوا، تمام؟ وبالتالي هي واكبت التعريفات المهمة والكبيرة لخبراء وعلماء الجودة. فعندما بدأ خبراء الجودة وكلكم تعرفونه مثل ديمينغ وجوران، وكانت بداية تعريفاتهم في بداية الثمانينيات كانوا يتحدثوا عن أن الجودة هي موائمة المنتج للاستعمال ودقته لمتطلبات العميل. بدأوا يقولوا أن الجودة في نفس المنتج، ولكن إذا بتلاحظوا معي والمتابع جدد أنه بعد 5 سنوات، أي بعد أن بدأ أطرح جودة الخدمة، بدأ يتحول تعريف الجودة، فبدأنا نتحدث عن الجودة الشاملة وليس جودة المنتج. فبدأ مثلاً فيغون بوم يقول أنه الجودة هي المزيج الكلي من خصائص المنتج والخدمة من التسويق والتصنيع والصيانة، والتي بواسطتها يتحقق المنتج والخدمة من خلال الاستخدام وتوقعات الزبون. إذن تحول الموضوع من جودة خدمة إلى شيء أوسع شوي، بدأنا نتحدث عن طريقة تقديم المنتج. ثم بعد ذلك صار تحول أكبر عندما قال ديمينغ في تعريفه الخطير عام 1985، ومن هنا انطلق خبراء جودة الخدمة في الموضوع. فقال ديمينغ في عام 85 حدث التعريف، فقال أن الجودة هي فلسفة إدارية مبنية على أساس إرضاء العميل وتحقيق احتياجاته وتوقعاته حاضرا ومستقبلا. تحول كبير من أننا كنا نتحدث عن جودة الخدمة المنتج أو الخدمة بحد ذاتها إلى جودة العملية، عملية إدارة الجودة الشاملة من بدايتها حتى نهايتها على طول نظام إدارة أي منظمة أو شركة أو أي مؤسسة. من هنا من هذا التعريف الذي أطلقه ديمينغ انطلق الفرسان الثلاث، وهنا بدأت قصتنا في رمضان، الفرسان الثلاث الأمريكيين الذين بدأوا يعني مرحلة ورحلة الغوص والبحث في جودة الخدمة المدركة. فكان الثلاثي المشهورين العلماء الأمريكان اللي هم بيري وزي ثامل وبارا سرمون عندما بدأوا بدراستهم المشهورة عام 1985. ضروري أحكي لكم قصتها من باب التسلية وأيضا من باب أن نفهم كيف أتت التفريق بين الجودة الموضوعية والجودة المدركة وأيضا أبعاد جودة الخدمات. دكتور بس إذا سمحت لي ودي أنبه إنه الشريحة ترى إلى الآن ما تغيرت، هي الشريحة الأولى. فإذا كان في ما زلنا فيها يعني. إيه جيد، بس حبيت أطمن إنه كل شيء شغال عندك. ما زلنا فيها إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء العلماء الثلاث قرروا أن يدخلوا ويتعمقوا في تحديد أبعاد جودة الخدمة. أرجو من جميع الإخوة والأخوات أن يركزوا معي، لأن فهم فلسفة كيف أتت أبعاد جودة الخدمات نفهم ما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فقرروا أن يبحثوا في 4 قطاعات مشهورة في أمريكا، هي قطاع البنوك، البطاقات الائتمانية، بناء التجارة بشكل بأشتى أنواعها، أيضا في موضوع تصليح السيارات وتصليح الأخرى. واختاروا عينة من هذه الشركات الأربعة والقطاعات الأربعة، اختاروا المدراء التنفيذيين، مدراء التسويق، مدراء العلاقات العامة، واختاروا شريحة من الزبائن والمستفيدين لهذه الشركات. ومن خلال 14 مقابلة ومن ثم 12 مجموعة تركيز، توصل هؤلاء العلماء إلى مجموعة كبيرة من أبعاد جودة الخدمة، ومن خلال فرض معادلة رياضية معروفة من خلال نموذج أوليفر في الإثبات والنفي، توصلوا إلى 10 أبعاد. ولن نقول أنها هي الأبعاد الوحيدة، ولكن هؤلاء العظام العلماء الكبار والعظام وصلوا إلى هذه الأبعاد 10. إذن قبل أن ندخل في 10 خلينا ندخل إلى الجودة الموضوعية والجودة المدركة. الآن من تعريف الأول إذا لاحظتوا، والذي بدأناه بتعريف جوران ثم انتقلنا إلى تعريف ديمينغ، نعرف أن الجودة الموضوعية هي الجودة التي نطبقها على طول النظام الإداري من لحظة المدخلات إلى العمليات إلى المخرجات إلى النتائج، تمام؟ هذه الجودة الموضوعية، فتنتهي عند
حرصنا على تحقيق النتائج. وهكذا نادت جميع نماذج التميز المؤسسة، إذا بتلاحظوا في FQM ولا مالكولم بالدرج ولا جائزة ديمينج اليابانية أو جائزة الملك عبد العزيز للتميز ولا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأردن، جميعها تسعى في النهاية إلى تحقيق النتائج، أليس كذلك؟ بالتأكيد. ولكن هؤلاء العلماء قالوا نحن لا نريد أن نقف عند النتائج وأن نفرح بأننا حققنا النتائج، قالوا لا، هل أدرك هذا المستفيد وهذا المستهلك أننا نقدم خدمة ذات جودة عالية تحقق توقعاتهم؟ هنا نستطيع أن نقول تعريف الجودة المدركة. إذن من التعريفات المشهورة كما ترون في الشريحة هو كما ترون الفرق بين توقعات المستفيدين وإدراكهم الفعلي للخدمة المستلمة، هذا تعريف كرونين من العلماء الذين طوروا إحدى النماذج. وأيضا هناك تعريف آخر، حكم المستفيد المأخوذ عن الامتياز والتفوق الإجمالي للسلعة أو الخدمة، يعني بعدما أن نحقق التميز في جميع مراحل النظام الإداري لأي شركة أو أي مؤسسة، بعد ذلك نقول ما هو حكم المستفيد على أبعاد الجودة، على أبعاد الجودة التي استطاعت هذه الشركة وهذه المنظمة تحقيقها. هذا المحور الأول باش مهندس، إذا حبيت يعني تضيف شيء أو توضح شيء بكون لك من الشاكرين. طيب ننتقل الآن إلى أبعاد العشرة. تفضل. أفضل لا ننتقل للأبعاد أفضل، معلش أنا كنت تسوي ميوت للصوت، ننتقل للأبعاد أفضل. طيب إذن إخواني الكرام، إذا عرفنا أننا نبحث عن أبعاد جودة للخدمات، خلينا أضع بين أيديكم نفس مخرجات تلك الدراسة. طبعا هذه الدراسة إخواني امتدت من عام 85 وتم تطويرها وكتابة الأبحاث فيها من خلال هؤلاء العلماء الثلاث وغيرهم حتى نهايات عام 1990، وكأنني حتى قرأت بعض الأبحاث لذي ثامل في بداية 2000 يعني القرن العشرين. إذن هذه الأبعاد التي ترونها هي الأبعاد العشرة التي توصل لها هؤلاء الخبراء هؤلاء العلماء، وقالوا أننا نستطيع أن نحكم على جودة هذه الخدمة من خلال توفر هذه الأبعاد في الخدمات التي نقدمها. وقبل أن أنتقل إلى شرح هذه الأبعاد، خليني أقول أنه لا يعني أن تكون لمؤسسة خدمية بحت، فنحن نعرف أيضا أن كثير من المنتجات والشركات التي تقدم منتجات وسلع ملموسة أيضا هي تمارس جودة الخدمة. فمثلا نعرف خدمة ما بعد البيع، حتى لو كانت سيارة، حتى لو كان جوال إلى آخره، أليس كذلك؟ فإذا أيدتموني أرجو التفاعل معنا في هذه الأمسية، وأكدوا للبش مهندس وليد أنكم تؤكدوا يعني. نعم سنتلقى إن شاء الله مشاركات الحضور بإذن الله عز وجل. نعم، وكلهم يحيونك ويرحبون فيك. الله يحييك. أنا بتمنى أنهم يتفاعلوا معي، يعني لا أريد أن أتحدث، أريد تأكيدات تصل إلى البشمهندس وليد لنعرف أنه يعني أننا ماشيين مع بعض ومتواصلين. تمام، إن شاء الله بإذن الله عز وجل ننقل لك إذن. إن شاء الله أي ملاحظات ننقلها لك بإذن الله عز وجل. بإذن الله. شكرا. الله يبارك فيك. إذن نبدأ في يعني رحلة الأبعاد العشرة. أول نموذج كان لهذه الأبعاد هي توصلوا إلى 10 أبعاد، هي الملموسية، أن هناك جانب ملموسي وجانب حسي عند تقديم الخدمة، ألا وهي مثال عليها مثل مظهر العناية، العناصر المادية، مثل التسهيلات المادية التي تقدم عند تقديم الخدمة، مثل المعدات التي تستخدم عند تقديم الخدمة. تمام، يعني لو رحت لبنك، البنك يقدم خدمة صرفة، ولكن هناك معدات، مثلا المشين اللي بترتب الدور على سبيل المثال، أو مثلا موضوع ترتيب الدور مثلا على سبيل المثال. جانب آخر مظهر الأفراد، ايضا هذا من الجانب المحسوس الذي يساعد على تحقيق ابعاد جوده الخدمه. الجانب الثاني، البعد الثاني، هي الاعتماديه، ونعني بها وعنى بها هؤلاء العلماء هي القدره على انجاز الخدمه بالجداره والدقه الموعوده، واعني بذلك نفس الموظف. هل الموظف يقدم الخدمه وقادر على تقديم الخدمه وانجازها حتى نهايتها بالجداره والقدره والدقه الموعوده؟ هذا البعد الثاني. اما البعد الثالث هو الاستجابه، هل الموظف وحتى الشركة كلها هل عندها رغبة في مساعدة المستهلكين وتقديم خدمة فورية لهم؟ ليس فقط الاستجابة، بل يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية في داخل جميع الموظفين وبالذات
الفرونت دور، موظفين الفرونت دور الذين يعني يتعاملون مع هذا المستفيد، مع هذا المتلقي، مع هذا الزبون، هل هم يرغبون فعلا في المساعدة؟ وليس فقط أنني أستجيب، قد أستجيب بكشرة، قد أستجيب أنا مرغم عني، ولكن هل هناك رغبة حقيقية؟ هذا البعد الذي نريده. البعد الثالث الأهلية، هل الموظف الذي يقدم الخدمة وهذه الشركة هل هي فعلا حائزة على المهارات والمعرفة المطلوبة لإنجاز الخدمة؟ أما البعد الخامس هي المصداقية، وهي امتلاك جميع العاملين جدارة مقدم الخدمة بالثقة والتصديق والأمانة. يشعر هذا المستهلك، هذا متلقي الخدمة، يشعر بالثقة أثناء التعامل، وهو يصدق هذا الموظف وهذا الفرونت دور وبأمانة مطلق. ثم موضوع الأمان، البعد السادس من أبعاد جودة الخدمة، وهو الخلو من الأخطار والمخاطر وما يريب، كل ما يريب إذا دخل هذا الموظف أو هذا المستهلك، هذا الزبون دخل هذه المنشأة التي تقدم خدمة، فلا يتعرض لأخطار فيزيائية، إن كان مثلا تعطل درج، متعطل مصعد لا سمح الله، أو كان أي أخطاء أخرى، أو ما في مثلا عدم تحقق كل أساليب الأمن والسلامة إذا كانت لم تكن موجودة. ليس فقط ذلك، حتى البيئة الوظيفية، حتى البيئة النفسية، لا يوجد ما يريب، يدخل الموظف في أمان والمستهلك في أمان ويخرج بأمان. البعد السابع هي اللياقة، لم نقل اللباقة، قلنا اللياقة، تمام، وهو إظهار الأدب، ليس إظهار الأدب بل وجود الأدب الحقيقي في جميع العاملين، الأدب والاحترام والتقدير والودية التي يظهرها الأفراد مقدمي الخدمة للمستهلكين. أما البعد الثامن هو بعد الاتصال، بعد الاتصال ونعني به أن هناك مهارات عالية يستطيع أن يقوم بها جميع المتعاملين مع هؤلاء المستهلكين وهؤلاء العملاء، يستمعون بشكل مميز، يستمعون من قلبهم وليس من أذنيهم، وأيضا هم يتحدثون باللغة القريبة منهم، يعني أستطيع أن أقول أنهم توصلوا هؤلاء العلماء أنك تكون قادر على المحاكاة النفسية بسموها، حتى المجاراة النفسية للعميل، وحتى لو استطعت أن تتحدث بلغته من باب تحفيزه وإسعاده بيكون هذا جميل. وخاصة يعني أنتم بتلاحظوا يعني في هذا الزمان أصبحت اللهجات ملتي، كل واحد فينا عنده ملتي لانجوج يتحدثها ولهجة. البعد التاسع هو فهم المستفيد، بذل الجهد لمعرفة المستهلكين وحاجاتهم، أبذل كل جهد لأعرف هذا حاجة ذلك المستهلك، وأستطيع وأعمل على فهمي، مش يكون بالي مشغول بعملي، مشغول بشيء آخر، لا، أنا كامل التركيز لأفهم حاجتي. العاشر، وهي أعتبرها ويعتبرها هؤلاء العلماء، هي درة الأبعاد العشرة، وهي الوصول. هل استطاع هذا المستهلك أن يصل لهذه الخدمة بسهولة ويسر وحصل عليها بكل سلامة وكل سهولة وكل يسر، ولا هو نحكي باللهجة الأردنية نشف ريقه حتى حصل على هذه الخدمة؟ إذن هذه الأبعاد العشر. بقي أن أقول يعني شيء مهم جدا في هذا الموضوع باش مهندس. نعم معك، تفضل كمل. بقي أن أقول أن يعني بعد عدة سنوات حقيقة من أبحاثهم توصلوا هؤلاء العلماء أن دمجوها إلى خمسة أبعاد، وهذا ما ترونه الآن أنتم إخواني يعني الخبراء الجودة والباحثين يروا أن هناك أصبحت خمسة أبعاد. هل هناك في تناقض؟ لا، ليس في تناقض. الذي حدث بكل بساطة أن هؤلاء العلماء دمجوا سبعة عناصر في بعدين أساسياً، فنرى الدمج تم بهذه الطريقة كما ترون في هذه الشريحة، فنجد أن الملموسية بقيت كما هي والشيء المحسوس، ونجد أن الاعتمادية أبقوها كما هي، والاستجابة بقيت كما هي، ولكن عندما أتينا للموثوقية أدخلوا فيها أربعة أبعاد أساسية من العشرة. ماذا أدخلوا؟ أدخلوا الأهلية، المصداقية، الأمان، اللياقة، أصبحت تحت عنوان الموثوقية. فإذا قلنا موثوقية نعني هذه الأبعاد الأربعة. ثم التعاطف أدخلوا فيه ثلاثة أبعاد، هي الاتصال، فهم المستفيد، الوصول، وبالتالي أصبحت كثير من النماذج، كثير من العمليات، كثير من الأبحاث تعتبد الأبعاد الخمسة. وهذه إجابة على سؤالك الأول يا باشمهندس.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك حقيقة على التقديم الرائع هذا والاستهلالة الجميلة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. حقيقة احنا عملنا استطلاع رأي ودنا نعرضه عليك، حسب ما وردنا إلى قبل اللقاء بلحظات أو مع بداية اللقاء ودنا تعلق عليه. استطلاع الرأي اللي عملناه هو عفوا باختصار استطلاع المجلس الرمضاني الرابع للجودة مع الدكتور حامد كنعان، برأيك ما أكثر العناصر التالية تأثيرا في جودة الخدمات بصفة عامة؟ وطرحنا 4 خيارات: العاملون هم أكثر الناس تأثيرا أو أكثر العناصر تأثيرا في جودة الخدمات، وقلنا المكان والسعر المادي للخدمة المقدمة وسرعة وسهولة تقديم الخدمة. وجدنا حقيقة أنه العميل أو شريحة الاستطلاع عددها 151 صوتوا أكثر شيء لسرعة وسهولة تقديم الخدمة، ثم ثانيا وهذا بنسبة 44%، ثم 42% للعاملون مقدمو الخدمة، يعني كأنه الغالبية المشاركين أنه يرى سرعة وسهولة تقديم الخدمة أهم من قضية العامل اللي يقدم الخدمة وجودة أدائه. وأما مسألة المكان من ناحية مكان تقديم الخدمة، كان موقع أو نظافة أو ديكور أو السعر، فيعتبر في الدرجة الثانية والثالثة العنصرين هذه، السعر والمكان. حقيقة الاستطلاع ذا يحتاج تأمل يعني من خبراء الجودة وأيضا من مقدمي الخدمة قبل ذلك يعني. فما صحيح. أدري، ودي أسمع تعليقك على نتيجة الاستطلاع هذا، وأنا بترك الشريحة بالطريقة هذه حتى يعني الجميع يعني يشاهد الاستطلاع. تفضل. يعني حقيقة أنا سعيد والله أن أرى مثل يعني هذه النتائج في هذا الاستبيان حقيقة، وإن دل على شيء يدل على الفهم حقيقة الموجود عند خبرائنا حقيقة ومتابعينا. وتعليقي عليه سيكون من شقين. الشق الأول، إذا لاحظت أنا في آخر كلامي عن الأبعاد العشر قلت أن درة الأبعاد العشر هي حصول المستفيد والمستهلك على هذه الخدمة بسهولة ويسر. ألم تلاحظ معي باشمهندس؟ صحيح، نعم. وإذا لاحظتم معي باشمهندس ولاحظ معي الإخوة الكرام أن هذه النتيجة لن نستطيع أن نصل لها إلا إذا حققنا جميع الأبعاد التي قبلها، ألا ترى ذلك؟ نعم، صحيح. حقيقة أن يحصل المستفيد على الخدمة التي يريدها بسرعة وسهولة، هذا الذي نريده، يعني يحصلها بسعادة، يحصل عليها بسعادة وراحة. هذا الشق جميل. الأول. أما الشق الثاني حقيقة لا أعرف لماذا خطر ببالي وذهب معي خاطري، ذهب عندما رأيت العاملون مقدمي الخدمة إلى منهجية استخدمت في نهاية التسعينيات في اليابان، هي منهجية تسمى لحظة صدق، ولا أعرف إذا اطلعوا عليها الإخوة ولا لا. منهجية لحظة صدق طوروها التجار اليابانيين وخبراء الجودة، يقولوا إذا كان فعلا الشركات حريصة أن تقدم الخدمة بالجودة المطلوبة لابد أن يكون صادقين مع أنفسهم وصادقين مع متلقي الخدمة. ملاحظ أخي باشمهندس؟ نعم أن يكونوا نعم صادقين مع الذين يقدمون الخدمة. كيف يعني صادقين؟ أن يحققوا لهم رضاهم، أن يمكنوهم، أن يشعروهم بالسعادة، لأن العامل الذي يقدم الخدمة بسعادة وبفهم وبحرص وباتصال عالي لا شك أنه محور ارتكاز لتقديم هذه الخدمة بسرعة وسهولة. هذه رؤيتي حقيقة لنتيجة هذا الاستبيان، عجبتني الإجابة يعني والنتيجة جدا، يعني شاكرا الله إخواني يعطيك العافية. لهذه الإجابة الجميلة. طيب، أنقل لك تحيات المتابعين جميعا، ومنهم الدكتورة سناء الحناوي تدعو لك بالبركة، يا والبركة تدعو مرحبا يا للجميع مرحبا. أيضا من الأردن، يعني هذه يمكن خبراء الجودة اللي موجودين، وأكيد أنك تعرفها. نعم زميلتنا، أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. الدكتور أيمن الزروة أيضا يسلم عليك، وأيضا عنده سؤال، لكن قبل سؤال الدكتور أيمن وبجمع سؤالين مع بعض. الشق الأول يمكن يحتاج نصف دقيقة للإجابة، وهو من الأخ حمد أو حماد المجدلي، يقول: هل الأبعاد العشرة مرتبة حسب الأولوية؟ وأظن هذا ما يحتاج وقت طويل في الإجابة. لكن الشق الثاني عند الدكتور أيمن الزرو، يقول سؤالي للدكتور حامد: هل هناك فروق بين
تطبيق الأبعاد العشرة لجودة الخدمة في القطاعات الثلاثة، القطاع العام والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، وهل هناك تفوق للقطاع الخاص على القطاع العام وفي أي أبعاد؟ مع الشكر للمهندس والمحاور. طيب شكرا، الله يجزاك خير، يعطيك العافية. الله يحفظك. طيب دكتور، إذا السؤال الشق الأول هو هل الأبعاد العشرة مرتبة؟ الجواب نعم أو لا. الجواب لا، أكيد مش مرتبة، نعم. ولكن ممكن ترتيبها حسب التوجه الاستراتيجي ولأي منظمة من حيث الأهمية النسبية. تمام، فهمتني يا باشمهندس؟ يعني ممكن أقول أعطي أهمية نسبية عند التقييم لموضوع مثلا المكان أكثر من شركة أخرى، منظمة أخرى تهتم بالمكان. فالموضوع في الأهمية النسبية للتوجه الاستراتيجي للمنظمة، وليس بينها تفاضل. نعم، أحسنت. طيب وبالنسبة للأبعاد هذه العشرة وتطبيقها على القطاعات، كيف ترى؟ يعني هل تطبيقها مثل بعض في كل القطاعات، ولا يختلف تطبيقها في القطاع العام عن القطاع الأهلي عن القطاع الخاص؟ وهل في تفوق من خبرتك، يعني ومن كونك يعني مستشار، هل في تفوق لقطاع عن قطاع؟ تفضل. حقيقة خليني أقول أنه يعني إذا بتسمح لي الأستاذ زارو أن أقول نعم. له، حقيقة أنه لو نعدل سؤالنا ونقول في الجانب الصناعي، في الجانب الخدماتي، تمام، بهذه الطريقة قد يكون يعني أجود بدل القطاع يعني. أي نعم. بدل. لماذا؟ لأنه في القطاع الخاص هناك شركات صناعية وخدماتية، والقطاع الحكومي يقدم خدمة، أليس كذلك؟ نعم صحيح. وهكذا، والقطاع غير الربحي مثلا أيضا يقدم خدمة ويقدم منتج، وبالتالي خلينا نقول هل هي تستخدم أكثر هنا ولا هنا؟ كما قدمت أنا قبل قليل قلت هي أكثر وضوحا وأكثر استخداما في القطاعات الخدماتية، ولكن لا غنى أيضا للشركات الصناعية والتي تقدم السلعة من استخدامها، لأنها في النهاية ستقدم هذه السلعة عن طريق الخدمة، أليس كذلك؟ لو رحت لمطعم نعم. بقدم وجبة أكيد راح أقدمها بخدمة، أكيد لازم نعم. يكون هناك مواصفات لأبعاد جودة الخدمة، والله أعلم. جيم. الله يعطيك العافية. حقيقة أنا كان ودي أوقف، لكن في سؤال يعني فعلا يعني لأنه في جانب عملي، وحنا يهمنا حقيقة في المجلس ليس فقط نتوقف عن نشر الثقافة، وإنما نفرح حقيقة باللي متحفز للتطبيق. فالسؤال هو يقول كيف تستخدم الأبعاد العشرة، ومتى أستخدمها، وهل أطبقها كاملة أو أستطيع تطبيق جزء منها بدل التطبيق الكامل؟ تفضل. كيف هذا السؤال نستخدمها؟ إيه تفضل. جميل جدا. هذا سأحيل هذا السؤال إذا بسمح لي باشمهندس، سأحيله تفضل. على النموذج التطبيقي في آخر البرنامج، لأني سأقدم حالة جميل. فسأشرح، هذا الشرح بيكون أفضل يعني أجمل، خلينا أستعرض باقي استعراضي فبكون أجمل إن شاء الله تعالى. رائع جدا. اذا انا بوقف الشير، وتتفضل تكمل الشير، وانا بذكر في موضوع المحور التالي، وهو عندنا مقاييس جودة الخدمة المدركة والفجوات المحددة في نموذج سيرفوكوال او سيرفوكوال. تمام. فإذا تفضلت يعني تخبرنا وش المقاييس اللي تستخدم، هل في أدوات قياس أصلاً للمواضيع هذه؟ هل في جيجز، أدوات قياس تستخدم مثل الكواليتي تولز مثلاً، ولا في أشياء مختلفة؟ وما هي الفجوات، كيف نحددها في نموذج سيرفو كوال؟ تفضل. بإذن الله تعالى. العرض بترجع لي ولا من عندي باش مهندس؟ أنا أنت تقدر تعمل شير الآن. تمام، طلع ما عندكم ولا كيف؟ إلى الآن لسه ما طلع، بس يمكن يأخذ له لحظتين، دامت أنت عملت شير فأكيد أنه حيظهر. يلا. إلى الآن ما ظهر ترى. متأكد أنك سويت دبل كليك؟ لا الآن سيظهر إن شاء الله. طيب. لا الآن ظهر. الآن 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 جيد، ممتاز. بس أعمل الديسبلاي اللي هو الباوربوينت. تمام. ممتاز، يعطيك العافية. طيب، أشكرك باش مهندس، على هذه المداخلات الجميلة وعلى هذا التقييم. نكمل موضوعنا. إذن سنذهب الآن إلى مقاييس، الجودة، قياس جودة الخدمة، واخترت لكم ثلاث مقاييس، أهمها هو مقياس سيرفوكوال الذي قدمه العلماء الثلاث الذي قلت لكم عنهم. وهؤلاء العلماء الثلاث قدموا موديول اسمه جاب موديول، أو نظام الفجوات أو نموذج الفجوات، وقام هذا النموذج على نستطيع قياس الجودة المدركة للزبون للخدمات التي نقدمها
من خلال قياس توقعاتهم ثم قياس الجودة المدركة الحقيقية. ولأجل ذلك طوروا نموذج سموه الفجوات الخمس. أرجو من إخواني الكرام أن يركزوا معي في هذا النموذج لأهميته، لأنه حقيقة لا غنى عنه حتى بعد تطوير الكثير من النماذج، ويعكس المهارة المطلوبة لكي نصل إلى يعني إلى ما أدركه الزبون من جودة خدماتنا، ونساعد الزبون أن يدرك جودة خدماتنا. جميعنا حريصون، جميعنا بلا استثناء في كل القطاعات حريصين أن هذا الزبون وهذا المستهلك وهذا المتلقي الخدمة أن يدرك الجودة التي أقدمها، ليس فقط يرضى عن شركتي، لا، هو يدرك تماما أنني أريد هذا المستوى من الجودة. كلنا مهتمين في هذا الموضوع، أليس كذلك؟ أرجو توصيل هذه التعزيزات للبشمهندس. طيب، إذن ما هو نموذج الفجوات الخمس؟ نموذج الفجوات الخمس يقول بكل اختصار أن هناك خمس فجوات يجب أن نبحث فيها ونتأكد أننا وصلنا إلى فهم حقيقي لاحتياج الزبون، تمام؟ ومن ثم تطوير هذه المواصفات التي يريدها هذا الزبون إلى مرحلة أن نتأكد أن هذا الزبون أدرك هذه الجودة. فالفجوة الأولى إخواني الكرام من الفجوات الخمسة. دكتور اسمح لي دكتور، بس لو توقف الفيديو لأنه بدأ الصوت شوي يرتبك والفيديو يأخذ مساحة من البث، فلو توقف الفيديو عندك تكرمت حتى نجي لفقرة الأسئلة. الله يعطيك العافية. نعم أنا أيد هذا الكلام. إي نعم، ستوب فيديو. على بركة الله، بس أرجو التعزيزات باش مهندس معي أنك أنكم معي والأمور تمام. أبشر 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 بإذن الله تعالى. طيب إخواني، نعود إخواني أخواتي الكريمات. الفجوة الأولى، قال هؤلاء العلماء والخبراء، قالوا أن الفرق بين توقعات المستفيدين وبين تصورات الإدارة لهذه التوقعات. بقولوا أول خلل قد يحدث نتيجة يحدث عدم إدراك الزبون لهذه الخدمة هو أن هذه الشركة وهذه المؤسسة لم تستطع أن تحدد بالضبط ما هي توقعات المستفيدين. وأنا من تجربتي وخبرتي في هذا المجال صدقا هذه من أخطر الفجوات، أننا لا نصل حقيقة لتوقعات المستفيدين، إنما نحاول أن نطور برغباتنا، نحاول نطور بتصوراتنا نحن. لا، حقيقة أول فجوة هي أن هذه الإدارة لا تستطيع تحديد توقعات المستفيدين. الفجوة الثانية قالوا عنها هؤلاء العلماء هي مواصفات الجودة. بقولوا إذا نجحنا في الأولى يجب أن ننجح في الثانية، لأن الذي لا ينجح في الفجوة الثانية وردم هذه الفجوة الثانية ألا وهي الفرق بين تصورات الإدارة عن توقعات المستفيدين ومواصفات جودة الخدمة التي تم تطويرها. يعني معنى هذا الكلام، هل استطاعت هذه المنظمة وهذه الشركة، هل استطاعت من تحويل دقيق ومضبوط تماماً لتوقعات المستفيدين وترجمتها بمواصفات كما يريد المستفيدين؟ هل أتوا بمواصفات لهذه الخدمة كما هي وكما تلبي حقيقة توقعات المستفيدين، ولا صار في خلل في التحليل، تمام، ولا صار في خلل في جمع المعلومات، ولا صار في خلل في تطوير هذه المواصفة، وهكذا. الفجوة الثالثة التي إن لم نعملها لن نستطيع تحقيق الإدراك الكامل لجودة خدماتنا لدى المستفيدين هو الفرق بين مواصفات جودة الخدمة وواقع تسليمها الفعلي. نحن قد نستطيع وننجح في تطوير مواصفات الخدمة حسب توقعات المستفيدين، ولكن هل عندما سلمناها كما هي المواصفات، ولا اختلفت، ولا صار في نوع من التذبذب، ولا صار في نوع من التباين؟ هذا الموظف يقدمها بهذه الطريقة والموظف الثاني يقدمها بطريقة أخرى. على سبيل المثال، هذا الموظف مستعجل، هذا الموظف يعني أخطأ في تقديم عدة عمليات، أو يعني اختصر عدة عمليات، أو أنه لم يقدم الخدمة بشكل متكامل، وهكذا. هذه الفجوة الثالثة وهي في غاية من الخطورة. الفجوة الرابعة، نحن الآن سلمنا الخدمة تمام للعميل، هل نحن سلمنا الخدمة وفق اتصالات خارجية ناجحة؟ هل أثناء التعامل وأثناء الاتصال مع هذا المستهلك وهذا المتلقي الخدمة نجحنا نجاح كبير بحيث أن نفهم هذا المستهلك
وأن نساعده على إدراك أن هذا هو المستوى من جودة الخدمة. أما الفجوة الخامسة التي أتى بها هؤلاء العلماء، قالوا بعد كل هذه الفجوات، هل فعلا هذا المستهلك تلقى الخدمة وأدرك الخدمة تماما كما توقع؟ وهذه الفجوة الخامسة وهي درة هذه الفجوات، هذا نسميه نموذج الفجوات في سيرفاكوال، تقدم فيه هؤلاء العلماء، ونتيجة لهذا الطرح المميز منهم، وشيء طبيعي في كل العلوم الإدارية وفي كل علوم الجودة أنها تبدأ عمليات التحسين المستمر، التحسين على نفس النموذج، التحسين على نفس المعلومات. لأجل ذلك إخواني وأخواتي الكرام، أتى بعد هذا طبعا نفس المخطط الذي أتى به نفس الخبراء، تجدون الفجوة الأولى الثانية الثالثة، يعني لا داعي للتركيز عليه كثير. أنتقل إلى نموذج آخر بناء على هذا النموذج. هذا النموذج هو سيرفاكوال. كيف يقيس سيرفاكوال؟ سيكون بعد أن نستعرض باقي المقاييس إن شاء الله تعالى، ثم سنقول لكم كيف استطاع هؤلاء العلماء قياس الجودة المدركة، وما هي التجارب الأخرى التي نجحت في قياسها. كان أول نموذج يعني بعد ما قدم هؤلاء العلماء، أتى عالم اسمه جرونوز، وهذا العالم أيضا قدم نقدا لسيرفاكوال، وقال إنه هذا النموذج الذي قدم السيرفاكوال أخفى الجانب التقني في تقديم الخدمة، يعني ركز على طريقة تقديم الخدمة ولم يركز على البعد التقني. هل فعلا هذا المنتج ذو جودة عالية؟ شيء طبيعي أن يكون هناك تطوير وأن يكون هناك قبول، وأن يعني يرد على ذلك نفس العلماء اللي هو بيري وزيثامل إلى آخره، ردوا على هذا العالم. ولكن في النهاية اكتسبنا نحن في خبراء الجودة وفي تطبيقات الجودة أنه لا بد من التركيز على البعد التقني والبعد الوظيفي. وإذا بتلاحظوا أيضا، إذا يعني هنا لفتة جميلة من نتائج السبانة التي قدمت، نجد أنه البعد التقني تجده حقيقة في أنه في الموضوع تقديم الخدمة بسرعة وسهولة أنها حققت الجانب التقني، وأيضا الجانب الوظيفي أن نفس الموظف الذي يقدم الخدمة استطاع أن يقدمها بالشكل الجميل. هذا مقياس جرينورز. طيب المقياس الثالث هو مقياس سيرفافار، والذي قدمه كرونين وأيضا وتايلر، قدموا نموذج. وحقيقة هؤلاء الخبراء أكدوا على ضرورة أن يكون هناك النماذج الخمسة، أكدوا عليها. إذا بتلاحظوا الآن أنه انتقلنا وأصبح هناك نماذج أخرى تؤكد على أهمية أن يكون عندي أبعاد خمسة ونركز عليها، ولكن اختلفوا مع النموذج الأول سيرفاكوال. قالوا أنه من الصعوبة بمكان أن نقيس التوقعات، وقالوا نحن نعتمد النموذج ونعتمد الاستبانة التي طوروها هؤلاء العلماء، ولكن خلينا نعتمد على ما أدرك الزبون، وما في داعي نقول على ما توقعه. فإذا قسنا ما أدركه الزبون وعرفنا ما الذي أدركه الزبون تحديدا، ثم رجعنا إلى مواصفاتنا وإلى دراساتنا السابقة، نستطيع أن نطور، وهكذا. إذن يعني لا أريد أن أصعد أكثر من ذلك في هذه المقاييس، ممكن لأي أخ أو أختي أن يعني خبير يراجع النماذج المطروحة، وسأستعرض في بعض الشرائح القادمة العديد من الممارسات الأخرى. أنتقل للموضوع التالي باشمهندس الذي سألت عنه، اللي هو موضوع طريقة قياس جودة الخدمة المدركة وفق مقياس سيرفاكوال. وحقيقة أن هذا المقياس أنا يعني طبقته على عدة شركات، واستطعنا أن نصل إلى ما أدركه فعلا هؤلاء المستخدمين والمستهلكين. وحقيقة يستطيع كل خبير وكل قائد في أي منظمة أن يستخدم هذا النموذج. حقيقة يتم القياس من خلال استبانة تم تطويرها من 22 سؤال، تم توزيع هذه الأسئلة على خمسة مجاميع. خلينا بس إذا سمحت يا دكتور، بالنسبة لعرضك السابق المقاييس اللي عرضتها قبل سيرفاكوال، إيش العلاقة؟ هل هي علاقة تاريخية؟ هل هو تطور تاريخي لين وصلنا لسيرفاكوال، ولا سيرفاكوال جاي يكمل المقاييس السابقة؟ صراحة سؤالك ألمعي، هذا سؤال من عندك يا باشمهندس. نعم نعم.
سؤال ألمعي صحيح يعني ما شاء الله. والله حبينا نعشك أنت، ودك أحد يشارك معك عشان ما تحس أنك لحالك، ترى إحنا من السعودية معك ترى. الله يحفظكم. كل اللي حاضرين معك ترى. الله يحفظكم في قلوبنا. طبعاً في من الأردن وفي غير كمان الأردن وفي من السعودية. إيه يعني نعم. البركة طيبة موجودة ما شاء الله. إيه الحمد لله الحمد لله. طيب أقول إنه سؤالك جميل جداً باشمهندس. حقيقة الذي بدأ الأبحاث هو بدأ من سيرفاكوال تمام، ثم أتى جرونورز وطور نموذجه، فبعد ذلك أتى بيري وزيثمال وردوا وحسنوا في نموذجهم، ثم أتى بعد ذلك كرونير تمام وقدم نموذجه، ثم بعد ذلك أيضا بيري وزيثمال ومن معه طوروا في النموذج ووصلوا في النهاية يعني في تطبيقات إدارة الجودة الشاملة، لأنه يمكنك أن تستخدم الأتتين لما أشهر أدوات اللي هو سيرفاكوال ونموذج كرونين تمام. إذا كنت تهتم بالتفاصيل ويعني استطعت أن تحدد توقعات المستهلكين عندك، وفي كثير من الشركات تستطيع أن تحدد التوقعات سلفا ونجحوا في ذلك، في إمكانك أن تستخدم سيرفاكوال. أما إن لم تستطع تحديد توقعات المستهلكين ومطلقي الخدمة، فبإمكانك أن تذهب إلى موديل كرونين وتقول أنا سأقيس ما أدركه ومن ثم أطور على سلعتي. النموذج الأول يقيس التوقع ثم يقيس الإدراك والفرق بينهما ثم يطور، أما الثاني فبقول لا أنا خليني أقدم المنتج تمام ثم أقيس الإدراك ثم أطور المنتج. واضحة باش مهندس؟ أنا كنت أتكلم بالصوت مصمت، فأنا أقول جميل ورائع الله يعطيك العافية شاكر لك والله. ودي أنبه على الحضور اللي دائما يسألوا، ترى المحاضرة أو اللقاء هذا المجلس مسجل وسيرفع إن شاء الله خلال 48 ساعة بعد نهاية اللقاء على موقع المجلس السعودي للجودة في صفحة خاصة وفي بانر خاص على الصفحة الأولى مكتوب عليه تسجيلات اللقاءات الإلكترونية، ممكن تستفيدون منه إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نعود لموضوعنا، نأتي للاستبانة، وهذه الاستبانة حقيقة أدعو الجميع أن يستفيد منها، جميع خبرائنا. هل هي مقدسة في كل محاورها؟ ليست مقدسة، ولكن المقدس هو أن تغطي الخمسة أبعاد جودة، هي مهمة جدا. بإمكانك أن تطوع بعض الأسئلة حسب ما يتوافق مع طبيعة عمل منظمتك، إن كانت في قطاع صناعي أو قطاع خدماتي وهكذا. خلينا أطلع يعني وصارت معكم بشكل سريع يعني بدقيقتين محاور الاستبانة الذي قدمه زيثمال وبيري. أول جانب الملموسية وتذكروه معي، وهو كل ما يتعلق بالجانب المحسوس عندما نقدم خدمتنا، منها مثلا وجود تجهيزات ومعدلات متطورة بيهتم فيها الزبون والمستهلك، المرافق والقاعات ملائمة وجذابة، في تواجد مثلا أماكن مواقف للسيارة بيهتم فيها الزبون وكلنا نهتم بها إذا كنا زبائن ومستهلكين، ملائمة مظهر المنظمة العام وهل هو ملائم لطبيعة الخدمة ولا لا، هذا في غاية من الأهمية. المحور الثاني إذا بتلاحظوا الاعتمادية، ويعني اقترحوا لها خمسة أسئلة تمام. قالوا الالتزام بتنفيذ الأعمال بالأوقات المحددة، هذا رقم واحد. الاثنين الاهتمام بمشاكل المستفيدين من خلال الإجابة على استفساراتهم. ثلاث تقديم الخدمة بشكل صحيح ومن المرة الأولى. أربعة تقديم الخدمة في المواعيد التي تم تحديدها، الأولى بأقصر وقت، الثانية التزام بالموعد، ثم توافر أنظمة التوثيق والسجلات الدقيقة. هذا المحور الملموسية، محور الاعتمادية. أما المحور الثالث الاستجابة، وكيف نقيسه؟ من خلال أيضا هذه الأسئلة، إعلام المستفيدين بدقة عن مواعيد تقديم الخدمة، هل نحن نعلم المستفيدين بدقة عن مواعيد الخدمة واللي احنا نخطئ؟ وأنا كثير ألاحظ يعني هذه الأخطاء حقيقة للأسف. يعني الاستعداد والله صدقت يا دكتور، يعني المستخدم أو المستفيد من الخدمة يكون في قلق إذا أحد قال له والله بعد قليل، ولا مثلا سنجيبك إن شاء الله لاحقا. طيب لاحقا متى؟ ما ندري صراحة يعني. فهذه العبارة يعني المتخصصين في الجودة يمكن يهتمون كثير في الموضوع هذا. صحيح صحيح، يعني أنا يعني كلامك جميل جدا. يعني الأخطر من ذلك أنك أصلا لا تدفع المستهلك أن يسأل تمام، فإذا سأل فتلك مصيبة ولا لا؟ الله المستعان. صدقت تمام.
السؤال الذي لي: الاستعداد الدائم لمساعدة المستفيدين، ثم فترة الانتظار قصيرة لتقديم الخدمة للزبائن حقيقة. والآن تتسابق الكثير من الشركات على تقليل فترة الانتظار إلى الصفر حقيقة. والله وأنا أجد كثير من الشركات المبدعة العربية حقيقة في السعودية وفي الأردن أنها تتسابق في تقليل فترة الانتظار لمرحلة الصفر، أليس كذلك باشمهندس؟ نعم نعم يا دكتور، بلا شك أن هذا شيء مهم جدا، ويمكن هذا اللي أدى إلى قضية الأتمتة لبعض الخدمات حتى ما يكون في تأخر، تكون العملية ثابتة بنفس المستوى لكل العميل وفي كل وقت. صحيح. والتي تليها هي خطيرة حقيقة، أيضا سرعة الرد على شكاوى المستفيدين. هل فعلا رد في اهتمام بشكاوى المستفيدين؟ هل هناك رد سريع؟ حقيقة بيري وزيثامل لما أنهوا يعني نموذجهم قالوا هناك بعض الاشتراطات مهمة جدا لتحقيق أبعاد الجودة. إيش قالوا؟ قالوا يعني من المهم جدا أن يكون هناك اتصال قوي وفعال مع الزبون عند تقديم الخدمة، واتصال قوي وفعال بعد وجود الخلل أو وجود الشكاوي، فهذا اتصال مهم. والثاني هو في غاية من الأهمية، وهو بل هو أهم، واعتبروها إحدى مستويات الجودة المهمة. قال هناك خدمة تقدم بشكل عام للزبون ويجب أن نحقق فيها الاستجابة، وأيضا هناك جودة مهمة جدا، إذا وجدت الشكوى أن ترد عليها بشكل سريع، هذا جانب الاستجابة. جميل جميل. نأتي الآن إلى جانب الأمان. متى يعني كيف نحقق بعد الأمان؟ من خلال سلوك العاملين يشعر المستفيدين بالثقة. اثنين، شعور المستفيدين بالأمان في التعامل مع المنظمة، هم يطمئنون لاتجاه المنظمة. العاملون يهتمون بالأحاسيس الإنسانية واللياقة مع المستفيدين. امتلاك العاملين المعرفة الكافية للإجابة على أسئلة المستفيدين. أمان، يعني ممكن المستفيد يشعر أنك إذا تأخرت في إجابة سؤال أنك مخفي عنه شيء، هذا يعتبر خرق للأمان. بصدقوا إخواني أخواتي المشاركين، مجرد أن تتأخر في الإجابة على السؤال سيوقع المستفيد في شك تجاهك. حاول ألا تقع في هذا الكلام. صحيح صحيح، اتفق معك دكتور. ترى فيه مجموعة أسئلة جيدة يعني، فإذا حبيت يمكن 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 استمرارك في العرض يعطي فرصة أو يجيب على بعض الأسئلة، فتفضل واصل حتى يعني تمام. بس ما نطول عشان نفتح مجال للأسئلة. لا خلاص إن شاء الله، يعني أنا معكم يعني 10 دقائق بالحد، 8 دقائق حسب الوقت أنهي بإذن الله. خلاص بإذن الله، بارك الله فيك. العاطفة، كيف نحقق بعد العاطفة في تقديمنا لخدماتنا؟ أولا اهتمام العاملين بالمستفيدين اهتماما شخصيا، تشعره أنك مهتم به شخصيا، تشعره أنه ملاك وأنه الملك الذي يجب أن تشيله يعني عن الأرض والاهتمام بحاجاته. ثانيا وضع المصلحة العليا للمستفيدين من أولويات الإدارة والعاملين. ولا يخفى عليكم أنه من المرتكزات إدارة الجودة الشاملة الأساسية هو التركيز على الزبون وإرضائه. ثالثا حسن المعاملة مع المستفيدين واحترامهم وتقديرهم، الاحترام والتقدير وعدم التفريق في التعامل بين هذا الزبون وهذا الزبون، هذا أعرفه هذا لا أعرفه، هذا قريب مني هذا ليس قريب مني، تلك كارثة حقيقة إذا وقعت في شركاتنا العربية ومؤسساتنا العربية. ملائمة ساعات العمل لكل المستفيدين، حقيقة أنه كيف يوضع دوام هذه الشركة وهذه المنظمة؟ لا يوضع حسب رغبة العاملين ولا رغبة إدارة المنظمة، إنما الأصل أن توظف ساعات الساعات المناسبة بحسب طبيعة عمل هذه الشركة وفق الأوقات التي يعشقها ويحتاجها وتناسب هؤلاء المستفيدين. أما الأخير في جانب العاطفة هو العلم والدراية باحتياجات المستفيدين، لأنك إذا عرفت باحتياجه تستطيع أن تعيش معه الجانب النفسي وتسعى في خدمته. هذه محاور الاستبانة وهي في غاية من الأهمية، ممكن أن تطور كما قلت لكم حسب طبيعة المنظمة، ممكن يعني أن نضيف توضيح أكثر للاستبانة، ممكن أن نغير الدرجات بدل ما تكون 5 درجات على المستوى على مقياس ليكارت ممكن تكون 3، ممكن تكون 1 من 10، ما عندنا مشكلة فيها باشمهندس. جميل جميل دكتور، بس إذا سمحت داخل يعني الاستبانة هذه من ينفذها؟ طبعا. من يقوم ب طبعا إعدادها الآن هي جاهزة الله يعطيك العافية، وما أدري أنا عندي نسخة، ما أدري هل تسمح لنا أن نرفعها على موقع المجلس الاستبانة هذه؟
ابدا ابدا، بكل حب وكرامه احنا ما وضعناها الا حتى الله يستفيد منها يسعدك، يعني اخواننا الله الجميع. الله يسعدك، ان شاء الله باذن الله نضعها في نفس الصفحه اللي فيها طيب الفعاليه هذه، ونشكر لك صراحه يعني الجهد هذا الرائع. لكن انا سؤالي، من اللي ينفذ هذه الاستبانه؟ هل هو مدير الجوده؟ هل هو استشاري خارجي؟ من اللي يقوم بجمعها وتحليل بياناتها والعمل عليها؟ حقيقة يعني من واقع التجربة أقترح أنا أمرين. الأمر الأول أن تقوم نفس المنظمة بالمستوى الأول بالتواصل مع الزبائن وعمل يعني الأدوات المتعددة والطرق المتعددة في قياس إدراكهم من خلال مجموعات التركيز أو من خلال الملاحظة حتى، يكون شيء جميل جدا، ثم من خلال الاستبانة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا أردنا أن نكون محايدين ومبدعين، جيد أن نذهب إلى جهة خارجية وهي تقوم بهذه الدراسة وتعطينا إياها بشكل مفصل، بشكل علمي بجانب إحصائي وبشكل محايد، فتضع لنا حقيقة إدراك الزبائن لجودة خدماتنا. جميل، الله يعطيك العافية، الله يعافيكم ويسعدك. تفضل. طيب خلينا أمر مرور الآن بشكل سريع على المثال الذي ضربته وأجيب للأخ هذا السؤال. طبعا على هذا العرض إذا بتحبوا يعني تضعوه باشمهندس على موقع المجلس ويستفيد منه. هذه نماذج أتت نتشرف لاحقة، والله نتشرف. الله يبارك، هذه أتت لاحقة، ممكن يعني أن يرجع لها إخواني المشاركين ويطلعوا على هذه النماذج، لأنها كما قلت لكم هي عملية تحسين، وسيكون هناك مشاركات كثيرة من يساهم من خبراء الجودة والعاملين في تطوير نماذج أخرى. فكما بتلاحظوا هناك حوالي 11 نموذج لحق النماذج الأولى التي ذكرناها. خليني أمر الآن بخمس دقائق المتبقية معي على تجربة عملية قمت بها حقيقة إبان وجودي في مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح المانحة، وقبل أن يعني أن أتفرغ العمل الاستشاري الصرف يعني في هذا الجانب. حقيقة أنني وأنا مع فريق معي ذهبنا وشخصنا واقع هذه المؤسسة العملاقة التي تقدم خدماتها في كل محافظات المملكة في جميع المجالات. حقيقة سعينا إلى تطوير النموذج نقيس به إدراك الزبائن، ونجحنا الحمد لله، طبقناها في على مدار 3 سنوات، ولعلي يعني أتوقع، بل أنا متأكد أن ما زالت المؤسسة تقوم بتطبيق هذا النموذج. حقيقة لم ألتزم بهذا النموذج، هذا إجابة على الأخ، إجابة على الأخ الكريم اللي هناك سألني عن موضوع الالتزام بالأبعاد الـ10. حقيقة أنا التزمت بمضمون الأبعاد الـ10، ولكن لم ألتزم بها تحديدا، ولم ألتزم بالـ5 أيضا. فوجدت أنه حسب طبيعة المستفيدين من المؤسسة يحتاج لتوضيح أكثر وإلى تفصيلات في جانب هنا وجانب هنا، فيستطيع الخبير تطوير النموذج المناسب لي لطبيعة عمل وأنشطة الشركة، وأيضا لطبيعة نفس المستفيد، ليس فقط بحسب طبيعة الأنشطة التي تقدمها المنظمة، أيضا حسب فهم وثقافة وطبيعة وشرائح المستفيدين نطور هذا النموذج. فحقيقة بعد دراسة معمقة طورت نموذج من 8 معايير أبعاد كما ترونها. ابتدأتها في عنصر بعد الدقة، وكنا حريصين على تطوير دقة الأداء في هذه المؤسسة، ثم الوقت من حيث تقديم الخدمة بأقل وقت، وكان بعدا ذا في ذو أهمية، ثم بعد الاستجابة وقد شرحته لكم، وأضفت حقيقة بعد اسمه الإتمام. إيش يعني الإتمام؟ لأني شعرت أنه يعني في بداية عمل مع المؤسسة أنها لا تقدم الخدمة بكامل متعلقاتها وبكامل مرفقاتها، فطورنا بعد اسمه الإتمام. هل تقدم الخدمة بجميع احتياجاتها؟ وأعطيكم عليها مثال حتى تفهموا موضوع الإتمام، أنه إذا ذهبنا إلى مطعم وأكلنا مثلا، اشترينا وجبة طعام، فإذا حصلت على الوجبة أنت هيك حققت هدفك، ولكن من واجبات إتمام الخدمة أن يقدم لك فاين مثلا، أو يقدم لك عطر، أو يقدم لك مثلا هدية، هذا الإتمام. فحرصنا أن نؤكد على هذا البعد، بعد الإتمام. ثم التسليم، هل نسلم الخدمة بالوقت المحدد؟ ثم التعامل، هل نقدم ونرحب بجميع المتعاملين معنا بغض النظر من هم؟ ثم موضوع التناسق، هل جميع الموظفين يقدم الخدمة بنفس النمط وبنفس الطريقة؟ ثم أخيرا البعد الثامن هو سهولة المنال، هل يحصل من يتقدم للمؤسسة الخدمة بشكل ميسر وسهل وهو سعيد very happy؟
كان هذا البعد الثامن. فإذا إجابتي أنه الأهم أن تأتي بمضمون الأبعاد العشرة حتى لو لم تكن خمسة، ولكن لابد أن يكون المستشار هو من يطور هذا البعد ليحيط ويحقق الشمولية في الأبعاد العشرة، ومن ثم في دمج الأبعاد الخمسة. بهذا القدر أنهي يا أخي الكريم البش مهندس، حتى ألتزم وأكون يعني أطبق الجودة بالتحديد، يعني الساعة 12 تماما الآن. الله يعطيك العافية، ما قصرت. أنت ذكرت موضوع التوقيت والوقت وأهميته في تقديم الخدمة، وما قصرت حقيقة. الله يحفظك ويبارك. قدمت مادة رائعة جدا، تشكر عليها. ولا زال عندنا وقت إلى حوالي نصف ساعة بإذن الله عز وجل، نستعرض فيه ما يمكن أن نستعرضه من أسئلة. يعني مثل في سؤال حقيقة، حي الدكتور أيمن الزرو على سؤاله حول مدى إلى أي مدى يمكن استخدام نظرية الحيود الستة أو الستة سيجما في الوصول إلى الخدمة المدركة. إيش رأيك دكتور في السؤال هذا؟ حقيقة أنا توقعت أن يسأل هذا السؤال، لأنه حقيقة هناك ممارسات كثيرة في الجمع ما بين 6 سيجما وقياس توقعات وإدراك الزبائن. فإذا استطعنا أن نوظفها وفق الأبعاد العشرة فبكون شيء جميل جدا، ووجدت تطبيقات في ذلك أنا حقيقة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب هنا سؤال أيضا من الدكتور أيمن، هل يمكن التعامل مع المستفيدين كشريحة واحدة بدون أي تباين بينهم فيما يتعلق بإدراكهم لجودة الخدمة؟ يعني يمكن هذا يمكن كمثال، يعني أحيانا المستفيدين قد يكونون قطاعات مختلفة، ينتمون إلى قطاعات مختلفة، قد يكون المستفيدين أفراد وقد يكونون كيانات، شركات أو مؤسسات، هل هناك فرق في تقديم الخدمة؟ جميل جدا سؤال الدكتور حقيقة، وأشكره على أسئلة يعني دقيقة حقيقة. سأحيل هذا السؤال الإجابة عليه من خلال الدراسات التي قام بها بيري وزيتمال وبارا سامون. هؤلاء الجماعة لما بدأوا بقياس الجودة المدركة حقيقة حرصوا أن تكون عدة مجموعات تركيز، تمام، وعدة شرائح قريبة من بعضها، إن كان من المستوى التعليمي أو من العمر حتى، ويقيسوا كل شريحة من الشرائح لوحدها ثم يأخذوا المعدل في الإدراك. فأنا يعني أحيي الدكتور على هذا السؤال، لأنه فعلا يدل على يعني فهمه لهذا الموضوع ودقته في فهمه، فأنا أشكره وأحيي الدكتور. يفضل أن نقسم المستهلكين إلى شرائح متقاربة من حيث العمر، تخيل معي، ومن حيث الثقافة، ومن حيث حتى مش بس هيك، من حيث تكرار عملية الشراء أو تكرار عملية الاستخدام، يعني من يستخدمون هذه الخدمة بشكل يومي أو بشكل متكرر كذا، هؤلاء يكونوا مع بعضهم، لأنه طريقة فهمهم وطريقة إدراكهم تختلف عن الذي يستخدمها في السنة مرة، ولا لا باش مهندس؟ نعم صحيح صحيح، هذا تحليل جيد صراحة لشريحة الزبائن. فأشكر الدكتور حقيقة. الله يعطيك العافية، نشكر كذلك. لنا شماسنا من جامعة بيرزيت أيضا لها سؤال، ما هو النموذج الأفضل للاستخدام في قضية تقديم الخدمة؟ كانها تقصد النماذج اللي انت عرضتها، وأظنها نماذج قياس الخدمة. صحيح صحيح، تفضل. إجابتك التالي، إذا استطاعت المؤسسة والشركة أن تصل إلى توقعات زبائنهم فعلا ونجحت في وصول للتوقعات، هذا أمر مش سهل يا باشمهندس، ليس سهلا أن تصل إلى التوقعات بطريقة موضوعية، لأنه حقيقة ممكن إذا شعرك الزبون بدك تأخذ توقعه يصير يبالغ في توقعه، صح ولا لا؟ أو ممكن يصير يخفض في توقعه، صحيح، حتى يصعب عليك تطوير الخدمة. فإذا تجاوزنا هذه البيانات المتطرفة في العلو أو التخفيض، واستطعنا إذا وصول إلى التوقعات الحقيقية، فأنصح بالسيرفكوال، فبكون يعني شيء مميز. أما إن لم نستطع فنذهب إلى النموذج الآمن، ونذهب إلى نموذج كرونين، ونقيس، نقدم الخدمة أولا ثم نقيس الإدراك تماما الفعلي، ثم نطور الخدمة بناء على قياسه من الإدراك. جميل، الله يعطيك العافية. زميلنا وحبيبنا محمد عزمي ضبان، هذا أحد أعضاء المجلس السعودي للجودة، ودائما حقيقة يشارك معنا، الله يعطيه العافية،
يسأل يقول أول شيء يحييك ويقول المحاضر رائع ولا أقلل أبدا من الفائدة، ولكنني أريد أن أكون مطبقا وعمليا. طبعا ما شاء الله عليه المهندس ضبان، يعني أكيد أنه مطبق من قبل وله جهود كبيرة حقيقة في خبرته التاريخية. هو لسه شباب يعني في حدود 60، بس ما شاء الله عليه يعني لا زال عنفوان الشباب يتوقه أو يقوده إلى التطبيق في مجالات الجودة. فيقول: ما يشغلني أن عندي إحساس أنني في مختبر لخبراء الجودة، وما يهمني من هي الشركات الرائدة عالميا التي تستخدم هذه الأدوات، هل في أمثلة للبست براكتس؟ كان يسأل هو عن البست براكتس. هو دائما ما شاء الله عليه ضبان ما يرضى بالدون، يعني دائما يضرب في العالي، يبغى البست براكتس. فهذول هم طبعا ترى حبايبك أعضاء المجلس السعودي للجودة وأعضاء الجودة في كل العالم، دائما يبحثون عن البست براكتس. فليتك يعني تشفي غليل حبيبنا الضبان بإجابة يعني رمضانية كريمة. ميوتد. طيب تفضل. تمام، انت نسيتني يا باش، نسيتني يا باش مهندس. والله ها انا والله ما قفلته، بس يمكن اوتوماتيك حصل الاغلاق، معلش تفضل. يلا، حصل خير، حصل خير حقيقة. والله ايضا هذا سؤال قوي جدا، واشكره يعني سعادة العضو. حقيقة هي عزمي ضبان، نعم عزم ضبان، كل الاحترام له. حقيقة هي ما زالت الدراسات مستمرة والتطبيقات مستمرة. أنا بمعلوماتي أنه في كثير من الشركات تطبقه حقيقة، وتسعى إلى قياس التوقعات وقياس الإدراك، ولو بالحد الأدنى على نموذج كرونين، أنه أني أنا أقدم خدمتي ثم أنشر هذه الاستبانة، ثم أقيس الإدراك، ثم أذهب إلى المواصفات التي وضعتها أنا سلفا لما طورت الخدمة، وأقيس الفارق. فإن قست الفارق أستطيع أن أطور الخدمة. الآن هناك ممارسات، نعم هناك ممارسات ولعدة من الشركات، ولكن هل وصلت إلى مرحلة الإتقان العالي؟ هي فعلا ما زالت في طور التطوير على هذا النموذج. الله يعطيك العافية وشاكرين لك حقيقة. لا زال حقيقة عندنا وقت وعندنا أسئلة كثيرة جدا حقيقة. هذا سؤال جيد حماد المجدلي، يقول يعني كأن العلاقة كأن المحاضرة جزء من البي دي سي اي، ومن الواضح أننا ما زلنا ندور في فلك التشيك. يعني هو يقول إحنا ما زلنا في مرحلة تشيك، ما سوينا قضية الأكت بعد ما شيكنا وعرفنا إيش المشكلة. فإيش تعليقك حقيقة على السؤال هذا أو المداخلة هذه حقيقة؟ حقيقة أنا إجابتي كالتالي، إنه تم القياس، وأنا أتفق معه أنه تم القياس، ولكن إذا عدنا إلى الفجوات الخمسة التي رأيناها وبحثنا في كل فجوة فيها أين كان الخلل، ونحن نعرف وكل خبراء الجودة أنك إذا عرفت المشكلة صار سهل عليك أن تطور وتحسن، إذا ما عرفت المشكلة أنت لن تحسن. الآن نموذج، يعني ميزة نموذج سيرفكوال، أنه بعد أن تقيس اذهب إذا الفجوات الخمسة وابحث أين الخلل كان موجود. عندما أعرف أين الخلل بالضبط أنا أستطيع أن أحسن وأطور وأرفع من إدراك الزبون. الآن لو بدي أجيب الأخ الكريم وأقول له كيف ممكن أن أزيد من الإدراك، حقيقة هؤلاء المستهلكين وهؤلاء العملاء يحتاجوا إلى التثقيف بعد أن أقدم لهم حتى المنتج، بعد أن أقيس، هو يحتاج أيضا للتثقيف ولتعليم كيف يستخدم هذه الخدمة وكيف يستمتع بهذه الخدمة. وهناك يعني كثير من الخطط الاتصالية التي يعني تكون بعد تقديم هذه الخدمة، نستطيع من رفع مستوى الإدراك من خلال التثقيف، من خلال الممارسة العملية، من خلال التواصل أكبر مع الزبون برفع مستوى إدراكهم. جميل، الله يعطيك العافية. طيب أنا ودي حقيقة أستغل الحضور قبل ما بعضهم ينصرف كده على نهاية الوقت، فعندنا استطلاع رأي يظهر الآن، يا ليت والله تشاركونا فيه، تعطونا رأيكم في المادة اللي قدمت، في الموضوع، في تقييمك للمحاضر، تقييمك لتنظيم اللقاء بشكل عام. كل هذه المدخلات حقيقة نستفيد منها، فنشكر لكم. يعني لو أنا شايف الآن لسه ما وصلنا إلا تعدينا 10%، جيد، مشاركات ممتازة. حتى نغلق
ممتاز. حتى ينتهي الاستطلاع لعلنا نستعرض أحد الأسئلة. أنس عثمان أو عثمان يقول: كيف يمكن لمقياس سيرف كوال أن يعمل على تحليل فاعلية تصميم وتنفيذ مكونات إدارة الجودة؟ شكرا لك يا أنس، ما شاء الله كاتبه باللغة الإنجليزية وباللغة العربية كاتب السؤال. Quality planning, quality assurance, quality control and quality improvement، يعني هو يعني ذكر كل يعني، بس باقي يا أنس الله يعطيك العافية لو باللغة الصينية عشانها برضو صايرة ترند اليومين هذه. فما شاء الله عليه، أنا أحييه صراحة أنس، يعطيه العافية، يعني يبغى يوصل الفكرة ويبغى يوصل إيش يقصد، فهذا يدل على حرصه. شكرا لك يا أنس، تفضل يا دكتور. حقيقة أشكر أنس على هذا السؤال الطيب، وكما تفضل يعني كيف نستفيد؟ قلنا في بداية تقعيدي لهذه المحاضرة وهذه الجلسة وهذه الأمسية الطيبة إنه إدارة الجودة الشاملة بل وبعد ذلك إدارة التميز تبدأ من مرحلة المدخلات إلى العمليات إلى المخرجات إلى النتائج. هذه نستطيع أن نقول ميدان إدارة الجودة الشاملة. الآن أتى سيرفكوال وغيره من مقاييس إدراك جودة الخدمة لتكون فيدباك أساسي وكبير جدا، ولكن ليس لقياس الرضا، إنما لقياس ما تم إدراكه من أبعاد الجودة التي ذكرناها الخمسة، وبالتالي تصبح تغذية حقيقية ومادة أصيلة في تحسين أدائنا في جميع مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة على طول نظام إدارة الأعمال. فممكن يكون لا سمح الله مثلا المشكلة في النتائج، بنحاول نحسن، إذا ما كانت في النتائج نعود إلى المخرجات نحسن فيها، إذا كان الخلل مش في المخرجات نعود إلى العمليات نحسن فيها، المشكلة في العمليات نعود للموارد وهكذا. جميل. حقيقة الأخت أمينة الشهري تقول: كم مرة أطبق هذا النموذج لقياس جودة الخدمة المدركة خلال العام؟ والله سؤال جيد يعني فعلا، سؤال يعني في سؤال جميل جدا حقيقة، سؤال جميل جدا حقيقة. تفضل تفضل. الآن سأتحدث حقيقة في يعني إذا كنت أنصح نصيحة حقيقة، أنصح في تطبيق هذا النموذج عند تطوير الاستراتيجية بشكل عام، عند تطوير استراتيجيتنا وبالذات استراتيجية الجودة. من الجميل والمهم جدا أن نطبق هذا المقياس، هذا واحد. اثنين، بشكل أساسي عندما تنتهي تطبيق الاستراتيجية، أعني بذلك استراتيجية المنظمة أو استراتيجية الجودة لهذه المنظمة. الآن إذا أنا كنت حريص دائما على الوصول لما يدرك زبوني جودة خدمتي، شيء مهم جدا أن أعرف أول بأول وكل فترة وكل مرحلة بمرحلة لكي أستطيع تحسين منتجي، تحسين خدمتي، تحسين طريقة تعاملي مع المستهلك. فإذا كان كل نهاية عام بيكون شيء جميل جدا وشيء راقي. وأنا عادة حقيقة ما أريد أن أشق على من أتعامل معهم عادة، ولكن عادة أنصح ليس أقل من 6 شهور، يعني لو كان كل 6 شهور تم عمل القياس بحد الأعلى سنة بيكون شيء جميل، لكي أعرف هل أنا فعلا متواصل مع زبوني، أقيس إدراك زبوني، أطور بناء على إدراكي مواصفات خدمتي أم لا، وهكذا. طيب، في سؤال حقيقة شدني، هو من الأخ، إذا نطقت الاسم صحيح، عبد الشامس الشامي، يقول: ما هو الحد الأدنى من الأشخاص للاستبيان حتى نشكل رأي مناسب وتقييم مناسب عن الخدمة المقدمة من قبل الشركة، مثلا 100 زبون ولا 500 زبون؟ ما تعليقك يا دكتور؟ في آخر الدراسات التي اطلعت عليها، لأنه هذا ليس أبيض وأسود باش مهندس، ولكن نعم، في آخر الدراسات أن لا تقل عن 30% من زبائنك. 30%، سمعت يا عبد؟ احرص قدر الإمكان أن لا تقل عن 30% من زبائنك. هذا شامي، هذا عندك عاد، إذا ما سمعنا من هنا المفروض أنك تسمعه يا دكتور. خلاص أبشر. بعدين لازم تكون أهم من هيك أن تكون ممثلة للشرائح، ليس الأهم العدد، الأهم أن تكون ممثلة لشرائحي، هذا إجابتي له وهو الأهم يعني. طيب، الأخ جمال غريب جزاه الله خير، هذا ضيفنا، كان ضيفنا المرة الماضية أو فارس إحدى اللقاءات،
ويبلغك سلامه ويقول بارك الله جهودكم ويبلغك تحياته. الله شكرا له يحييهم حقيقة، دكتور. فاجأنا صراحة حقيقة في مداخلته. كثير صراحة من الأسئلة أيضا جيدة ومركزة على الاستبيان، يبدو الاستبيان هذا يعني شد الجمهور. لماذا تم استخدام معيار ال5 درجات في الاستبيان؟ لماذا لم يستخدم معيار ال10 درجات؟ السؤال الثاني، خليني أسألك السؤال الثاني بعد ما تجاوب على هذا، ليش الخمسة مش 10؟ لاني انا جاوبت باش مهندس وقلت انا لما خلصت الاستبيان قلت من كانك تستخدم لي كارت 5 ممكن يكون من 3 ممكن يكون من 10 ما عندك مشكله في الموضوع ما تراه، يعني كل ما كنت ما حرصت ان تكون يعني اكثر تفصيلا اذهب الى 10، ولكن نصيحتي يعني لا يقل عن 5 حتى يكون هناك قياس مدى التباين. تمام، واستطيع للوصول اكثر لتحديد اين المشكله اكثر من خلال جميل جميل. السؤال الثاني، من يحدد المعايير المستخدمة حيث لوحظ عدم التقييد بالمعايير ال10 أو ال5 في قياس الجودة؟ لا عدا هذا يعني يمكن سؤال يتحدد أو يحدد جهة معينة، ولا ونعتذر حقيقة، لا نقبل أن يعني يطرح نقد لأي جهة من الجهات أو طرح أو تحليل لبياناتهم، فنعتذر حقيقة عن عرض أو تسمية أي جهة. رجاء يعني لا تحرجونا في مثل هذه الأسئلة. أيضا الأخت سناء الهناوي تقول تشكر حقيقة المجلس على إدارة اللقاء هذا، وتشكر الدكتور حامد. من خبرتك إلى أي مدى الاستبانة كافية لقياس الإدراك؟ تقول ولا سيما وأن الإدراك أمر غير ملموس، من وجهة نظري لا يكفي قياسها كميا، فقد يكون من المفضل جمع بيانات نوعية عبر مؤشرات نوعية. ما رأيك؟ مع الشكر، دكتورة سناء الحناوي، استشارية في المتابعة والتقييم وقياس الأثر للتدخلات التنموية. حقيقة أنا سعيد صراحة بحضور مثل النوعيات هذه من الخبراء اللي حقيقة يثرون مثل هاللقاءات هذه، وهم أساتذة وفضلاء، ومشاركتهم تدل على علمهم وتواضعهم. جزاهم الله خير. صحيح، تفضل. سؤالها جميل للدكتورة والتحية لها حقيقة. يعني خليني أقول لك دكتورة والإخوة جميعا والأخوات المشاركات جميعا أنه مرجعنا عادة هي الأبعاد العشرة قدر الإمكان، مرجعنا هي مدى تحقيقنا للأبعاد العشرة ومدى توافر الأبعاد العشرة. وأنا معك حقيقة أنه هذه الأبعاد التي وصل لها يعني من طوروا سيرفكوال أنهم حرصوا على التواصل مع قطاعات كما قلنا متنوعة وكبيرة، بحيث أنهم شملوا كل الأبعاد العشرة وطريقة قياسها. الآن بما أن الدكتورة خبيرة وأنا أعرفها خبيرة في القياس وتفرق ما بين الجانب، خلينا نحكي قياس الإدراك الحقيقي والجانب المعنوي، ما يمنع أبدا دكتورة أن نطور على استبانتنا تمام بعد بعض المتغيرات التي تقيس قدر الإمكان هذا الإدراك. وأنت تعرفي يعني وأنت مختصة في هذا الجانب وكذلك الإخوة الآخرين أننا نستطيع تطوير بعض الاستبانات التي تقيس الوعي سابقا ثم الوعي لاحقا من خلال تحويل الجانب المعنوي إلى كمي، ويعرف الإخوة الخبراء في هذا الجانب هذا الكلام. شكرا لك. أنا أعتذر حقيقة، أحيانا إدارة اللقاء مع الأدوات هذه الموجودة مع سهولتها الحمد لله، لكن والله في أسئلة حقيقة جميلة جدا. يعني عندنا سؤال، هل هذه الأبعاد ستتغير أو ستضاف لها أبعاد جديدة، أو هل هناك أبعاد ستقل فعاليتها في قياس جودة الخدمة أم أنها ثابتة؟ أنا اسمح لي أضيف على السؤال هذا، ويسمح لي أو تسمح لي السائلة أن أضيف أنه هل فعلا ستتغير مع الثورة الصناعية الرابعة ومع قضية الكواليتي 4.0؟ هل هذه الأبعاد ستتغير؟ ما رأيك باش مهندس؟ شاركني بالإجابة. والله أنا أتوقع أنه في أبعاد لابد أنها تكون ثابتة دائما ولا يستغني عنها العميل، وهي جوهرية، وفي أبعاد قد تكون شكلية ممكن تتمحور وتتغير، يتغير شكلها وتتغير كأداة. صحيح، انا كمان تمام، انا متاكد انه حتجيب يعني مع هذا المحاوره وهذه المتابعه الشديده للجلسه اكيد راح تجيب يا باشمهندس.
نعم حقيقة هناك بعض الأبعاد مستحيل أن تذهب، يعني حقيقة يعني موضوع الأمان يعني قد ما يعني تحاول مستحيل أنه يذهب، موضوع الاستجابة هذه الأبعاد مستحيل أن تستثنيها، ولكن هناك بعض الجوانب التقنية في مثلا في موضوع مثلا سرعة الرد مثلا، إذا كان هناك تطور تكنولوجي أكبر ممكن يكون هناك إضافة لبعض الأبعاد الجديدة. وأكيد يعني كما نقول من تساوى يوماه فهو مغبون، أكيد كثرة الممارسات وكثرة التطبيقات سيأتي بشيء مطور أكثر، وأكيد نحن أكيد يجب أن لا نحتكم إلى عام 1985، نحن نستفيد من هذه التجارب ومن هذه التطبيقات، ولكن لابد أن يكون هناك تطوير بحسب ما يواكب الجيل الرابع وتطور يعني الحياة العلمية والعملية لنا. أقول يعني راضين عن عدد المشاركين في الاستطلاع، شكرا لهم. أيضا شكرا لكم حضوركم، حنا لسه عندنا وقت، ولكن نذكر بأن لا نزلنا نقدم لقاءات المجلس السعودي للجودة. لقائنا القادم بإذن الله عز وجل يوم الخميس مساء مثل هذا الوقت من الساعة 11 بإذن الله عز وجل إلى الساعة 12:30 مع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. يعني تو تكلمنا عن ال 4.0 وجامعة حمدان بن محمد سبقت فيها المجال هذا، فأنا أقول فرصة كبيرة جدا لنا، واللقاء أتوقع أنه يكون يعني ثري جدا بإذن الله عز وجل، فندعو ونحث الجميع أن يشاركنا هذا اللقاء لأهميته. نعود مرة أخرى إلى أسئلة المتابعين، ونشكرهم حقيقة على يعني إثراء اللقاء هذا بالأسئلة. طيب الأخ أو الأخت ميعاد القحطاني تقول للأسف لم يسعفني الوقت من البداية. نعم هناك تسجيل، نطمن الجميع عموما أن هناك تسجيل وسيرفع على موقع المجلس. سؤال من أحد الأخوة هنا، الأخ عبد الشامي يقول هل هناك عبد الشامي آسف هل هناك دراسات تعطي كم تحسن أداء الشركات التي طبقت هذه العناصر العشرة؟ هل في دراسات عن العناصر العشرة؟ حقيقة تفضل دكتور. الله يبارك، أنا توي حقيقة يعني كنت قدمت عملت دراسة، هذه الدراسة على شركات الاتصالات الأردنية قبل حوالي 2 3 سنين، ولكن أيضا لما أتيت إلى هذه الجلسة حقيقة بحثت هيك وعملت بعض المراجعات في آخر الأبحاث. نعم هناك دراسات على مدى نجاعة ومدى تقدم هذا المقياس، نعم موجود بإمكان الإخوة يراجعوا يعني وينظروا إليها. هل في مصادر يعني ممكن يعني يرجعون لها الأخوة عن طريق مثلا النت أو غيرها تنصح فيها يعني؟ ممكن إن شاء الله، يمكن لعلي أزودك بها باش مهندس، عدة مراجع عدة يعني مرجعيات ممكن يعني أرسل لك إياها بإذن الله عز وجل. الله يعطيكم العافية. طيب تحية حقيقة من أحد الحضور لم يظهر اسمه، يعني بعض الحضور يحبون يعني يخفون هويتهم، يقول أود أن أسأل عن هذه النماذج المطروحة في هذه الجلسة الجودة المدركة، هل يمكن قياس الجودة المدركة للمنتج والخدمة أم أن، معلش يعني بعض الكتابات ما هي واضحة، كما أم نوعا؟ نعم، هل يعني يقيسها كما أم نوعا، فاعتبارها أنها غير ملموسة على اعتبار أنها غير ملموسة في بعض الأشياء اللي تقاس، يعني ما أدري وضح السؤال ولا لا؟ نعم نعم تفضل. نعم واضح السؤال. يعني إجابتي على هذا الموضوع إنه لا يعني نحن حقيقة حتى لو كان مش ملموس، لا هذه الأبعاد العشرة التي رأيناها هي حقيقة تم تطويرها في بيئة حقيقية لجانب الخدمات. الآن إجابتي هل هي فقط في جانب الخدمات ولا أيضا في جانب السلع؟ أنا كنت قدمت حقيقة في المحاضرة إنه هي طورت لجانب الخدمة تمام، ولكن أيضا حتى الشركات التي تقدم سلع
هي تقدم السلعة من خلال خدمة في النهاية، هي تتواصل مع زبون، صح ولا لا؟ قد يكون لها شركات وكالات تجزئة، قد يكون لها معارض تستخدمها، مثلا معارض السيارات، تمام؟ معارض السيارات حتى لو كان لشركة مثلا مرسيدس نفسها لها معرض فروندور، في النهاية هي تتعامل مع الزبائن، وبالتالي ستقع في فخ عدم إدراك الزبون لخدمتها إن لم تقدمها بالشكل المطلوب، وبالتالي هناك حظ ليس بسيط لدى الشركات التي تقدم سلع في استخدام هذا النموذج، لأنها كما قلنا أصبحت هذه الشركات تتعامل مع الزبون بشكل مباشر، وما دامت تعاملت مع الزبون بشكل مباشر إذن الزبون لابد أن يفهم ويدرك هذه الخدمة التي تقدم. طيب، هي حقيقة سؤال أنا أشوفه جدا جدا مهم، أنا ما أدري، خلنا نتأكد من صوتي. نعم، هو ما دور قيم المجتمع والثقافة المجتمعية في إدراك جودة الخدمة؟ والله فعلا يعني كأنه يقول إنه في بعض المجتمعات تدرك جودة الخدمة، وبعض المجتمعات يمكن نفس الخدمة تقدمها بنفس المستوى لكن ما تدرك، فكل هذا ينعكس على قيم المجتمع والثقافة المجتمعية. إيش رأيك دكتور؟ كلام جميل جدا حقيقة، ويعني أنا لا أنسى قول الدكتور عايض العمري مشكورا، يعني إنه الله يحييك. إيه والله، من أولى المهام للمجلس وخبراء الجودة هي تثقيف المجتمع حقيقة. وحقيقة هذه الشركات العملاقة والشركات الصغيرة حقيقة إن لم تستطع النهوض بوعي المجتمع وبثقافة المجتمع إذن هي خسرانة حقيقة. فأنا أعتبر أنه من الواجبات الأساسية لكل الشركات الربحية وغير الربحية وفي كل القطاعات هي توعية المجتمع وتثقيف المجتمع. ونحن والحمد لله رب العالمين كما يقال أنه الجودة نجحت بشكل نظام وبشكل مجتمع، نجحت أولا في اليابان لثقافة اليابانيين الحاضنة لهم. نقول نحن كمجتمعات إسلامية وعربية ثقافتنا، أنا ما عندي شك بذلك، هي أرقى وهي أجمل، التي وعينا عليها في حب الإتقان والحرص على الإتقان والحرص على تجويد العمل والحرص على عدم الغش وإلى آخره. فلا حقيقة المجتمع حاضن لمثل هذه الثقافات ومثل هذه الممارسات، ولا بد والدور علينا يقع نحن كخبراء جودة وكل الشركات في مسؤولياتها الاجتماعية إلى تثقيف المجتمع في أهمية أن لا يقبل إلا السلعة وإلا الخدمة ذات الجودة العالية. أوكي، كان في خلل، بس حقيقة في بعض أو قبل أن في جزئية مهمة جدا، قطاع التعليم يسأل عن تطبيق المبادئ هذه وجودة الخدمة والاستبانة، فما أدري هل هناك أول شيء هل في تجارب أصلا سبقت في التعليم، وهل هي مناسبة للتعليم، ولا هي المبادئ هذه والطرح هذا كله يتعلق بكل الخدمات اللي تقدم؟ تفضل. كلام جميل جدا، لا لكل الخدمات، لا لكل قطعا لكل قطاع الخدمات بلا استثناء. ولعلي أفيد الأخ الكريم أنني يعني توي طلعت على دراسة لجامعة الدمام عام 2016 في تطبيق هذا المقياس، جامعة الدمام، ونشر لهذا البحث في عام 2016، يمكن يرجع له الأخ الكريم ويطلع عليه. وأيضا طلعت على دراسة للجامعة الأردنية عام 2019 في هذا الجانب، وممكن للأخ الكريم أن يعود لها. طيب، أنا حقيقة أشكرك دكتور حامد على هذا الطرح الرائع، ونشكر جميع الحضور اللي شاركونا في هذا اللقاء، وأيضا مداخلاتهم الرائعة جدا سواء من داخل السعودية أو خارجها. إحنا الآن في الفضاء المفتوح وتجاوزنا يعني الحدود، فصارت الأرض كلها هي حدودنا، فشكرا لكل من حضر سواء في داخل البلاد أو خارجها، وشكرا للمجلس السعودي للجودة بقيادة الدكتور عايض العمري على هذا الإثراء المعرفي المهم جدا للمجتمع، وشكرا لفريق العمل معنا في اللقاءات الإلكترونية. أحيي وأشكر الدكتور محمد الأنصاري مدير حقيقة هذه المنصة من ناحية التقنية،
ويبذل جهود كبيرة جدا رغم مشاغله وعمله في رمضان، ولكن حقيقة يبذل جهد كبير فيشكر، فجزاه الله عنا خيرا. أشكر كذلك زميلي المهندس سالم بن عبد الله على متابعته معنا دائما، وأشكر فريق التسويق أوكي ماركتينج على تسويقهم وجهودهم ومتابعتهم. طبعا لعلكم يعني تعرفون قضية الشهادات و طريقة الحصول عليها عن طريق هذا اللقاء أو عن طريق المجلس السعودي للجودة عن طريق إنفو. أيضا هناك رقم جوال واتساب موجود على الإعلان يمكنكم التواصل معه، الذي يرغب في الحصول على شهادة هذا اللقاء يرسل إنفو بمعلوماته أو يرسل إيميل للإنفو @sqc.org.tc مع كشف أو صورة لمستند التحويل، وإن شاء الله يتجاوب معه فريق التسويق بأسرع وقت ممكن بإذن الله عز وجل ما يطول. وإذا في أي ملاحظات أو تأخر ممكن تتواصلون معنا عن طريق موقع أو منصة تويتر عن طريق حساب @saudiquality، وننصحكم حقيقة بمتابعة هذا الحساب لأنه عن طريقه، وشرط من شروطه متابعة حساب المجلس، شرط من شروط المسابقة مسابقة الرمضانية أن يكون متابع لحساب المجلس. وأيضا خلال هذا الحساب تتابعون التحديثات اللي تصير على الموقع، إذا ما زرت الموقع ممكن أيضا نبلغكم عن طريق الحساب، ومن خلال هذا الحساب نعلن عن فعالياتنا. فنرجو منكم متابعة حساب المجلس السعودي للجودة حتى تضمنون الوصول لمثل هذه الفعاليات. شكرا لكم جميعا ونستودعكم الله، وكونوا بخير، في أمان الله.